والله صدقت يا ابو البليس. قولي انا قطعتك يا ابو خالي. ها هي اجت سمسوم. هاي عمو ابو خالد. لا هيك رح ازعل منك. شو هاي عمو؟ طيب شو نعدي لك؟ محسن وبس. لا هيك سمسم حتزعل منك. لا ليه بقى؟ لانه انت حسنتي وبس. دخيله. مرحبا. اهلين ابو مازن. شو كموني هاد؟ كيفك؟ عايشي؟ ايه مازن. اي 25,000. اف ليش بقى؟ هيك مرأة. طب مسكة 500. مشان شو؟ هيك مرأة مسكة. اكرامية يروح انبسط. نعمة الله وكل حال. هزم تحلب معي صافي لك قدن على مرتين ان شاء الله. شوف هذا الفيلم بابا حلو كثير. اذا اليوم فاتنة بتعمل لي قال علي الحلال بتكون اول انتاي بالدنيا كلها بتعمل لي قال ورح اعيش شعور بحياتي ما عشته. رح انبسط. لك شو ها؟ هيك العالم تجلي؟ يا الله شلون بدك ترفقي انت من خلتي؟ شلون بدك تضلي زعلانه بوشك العمر؟ لك لك صحون كيف مقلطه؟ شوف الملاعق شو وسخه؟ العمى ضربك؟ ماما اذا بتريدي لا تحكيني بهالاسلوب. شو هاللغه هي؟ تنفي وما تنفي؟ ايه شو شايفيني قدامك بندوره ولا شو هالبطاطا انا؟ بعدين انا ما عم دور لحتى انفق. ما عجبتك طريقتي بالحكي يا بعدي؟ ايش علي؟ خلي ابوك السهيان يحشي لك براسك على كيفه. لك البنت مو للعلاك المصدي ولا للسقافه البايخه هي الزفت اللي عم تعملي فيها انت وابوكي. البنت للبيت جوزها وبس. ولك افهمي يا طشم. عن جد ماما انت صايره ما بتتناقشي بنوب. المراه هي نصف المجتمع. نص شو؟ نصف المجتمع. هذا شكل وحده نص مجتمع؟ نص مجتمع؟ ضحكتيني والله. ارجوكي ماما لا تتمسخري علي. ايه انا نصف المجتمع؟ لك دخيل عينك شو نصف مجتمعك. انت نصف بطيخه نصف فرنك نصف اي شيء بس مالك علاقه بالمجتمع. لك هذا العلاك المصدي اللي معبي راسك فيه ابوك الاهبل ايميني منه. بدك تروحي تتجوزي انت بنص المجتمع. بدك شو بدك تعملي لجوزك؟ تقري له؟ بتقري له؟ عن ابي اصلا يطلع لهم اي بنت تكون مثل ثقافتي. لك دخيل عينك فعلا من خلف ما مات. تعديس. يلا لك يلا عملي لي قاد. كنا روحنا رجلنا مشان القاد. وهي تعديس. براءة شب انا وسختي اللابتوب. طب شايفني عم نظف بعدي شوي. يعني والله ما بعرف شو قصتك. انت ما نظفتي الظهر وهلا بدي نظف؟ شو انت غريب عن هالبيت؟ بتعرفني بنظف البيت باليوم مرتين. شو الجديد؟ بتعرفي انه مرتين احسن. طبعا احسن. يعطيك العافية. الله يعافي لي قلبك. براءة شو رأيك نجيب لك خدامة؟ والله انت عم تتعبي كثير وانا زعلان عليكي. لا انا ضد عقل الخدامات. شو بيعرفني هالخدامه نظيفه مو نظيفه مريضه مو مريضه؟ ليش وجع القلب؟ لك يقبرني نظايفي. بعيد الشر عنك تقبر قلبي انت.
لا ما بصير نام. هي بأي لحظة ممكن تعمل لي قاد، لأنه يمكن تكون سهيرة. لازم قوي. كنا روحنا راسنا مشان القاد. هاي تحديث. مشان الله اسكت لك اسكت خلاص لا تتخانقوا. انت دائما بتحب تاكل الجو مازن صح؟ من يوم يومي سبحان الذي خلقني هيك الله خلقني. عمل لي فيها زلم انت وياه ولا؟ وحياة عيونك يا حبيب، نحن زلم وبنعجبك. يعني انت ما كفتك القتل المرة الماضية؟ شو عم تضربن؟ لك شي بس يا حقير! لك شي بس لك شي حلو والله. قلبي لي الجامعة لحلبة مصارعة انت وياه؟ استاذ في مجال توكل الله لنفهمك شو القصة؟ خلاص. لك انتو شو؟ اهلكم مو مربيكم؟ ما بتعرفوا انه هي جامعة؟ جامعة ولها حرمتها الخاصة عم تتدابعوا فيها؟ لا استاذ خلاص نحن اسفين. ما عاد نعيدها. شو اسفين؟ شو الشغلة على كيفكم؟ خلاص استاذ هي اعتذرنا. لا انتو لازمكم تأديب من اول وجديد. غوطم يا حمار يا عليك لا إله إلا الله. شبك يا أبي شبك راح فيه الولد. ألو إسعاف وين هاي؟ طيب ليش هلا ما عملت لي قال؟ يلا بكره بروح على الجامعة وبفهم منها. علي الحلال الله بعتك. يبعت لك حمى رعبتني. شفتي لي مازن او باسل او فراس؟ ايوه لانه بشتغل سكرتيرة عندك، انا اعرف لك وين مازن وباسل وفراس ما؟ واحمل وشي. العمى شو حكينا؟ شو حكينا؟ روح. بتعرف من اول ما شفتك هيك حسيت انه في بيناتنا كيمياء وجغرافيا وتاريخ ورياضه وفنون نسويه، وحسيت انه هيك في شيء قريب صار قلبي يخلش خلج. قل لك شغله؟ اعطيني بوسه. طال عمرك ما صار لك شيء بتعرفني. شو عليك؟ يقطع عمرك هالمنظر مثل الباذنجاني على فكره علي اللي حكيت معي. لك يقطع عمرك انت. يا اخي مازن معقول ما صار لك شيء بتعرف للمخلوقه وبتقول لها هاتي بوسه؟ لك قد ايه صار لك بتعرفني؟ بحياتك ما بستني. محترم منيح هيك. قل لي شبك شو بدك؟ يا عاشق يا ولهان يا روميو انت. قال روميو قال وقال عاشق ولهان ما زبط شيء. كيف يعني ما زبط شيء؟ يعني ما عملت لي قاد. ايه صح. هلا هي كانت عم يعني النت عندها مفصول فاضطرت انه ما تعمل لك قاد لانه اخوها ما دفع الفاتوره تبع الانترنت، بس اليوم ان شاء الله اليوم تعمل لك قاد. بحياه امك؟ ليش انا في بالعاده امزح معها؟ ايه في. ما في. ما في. بس ليك مثل ما قلت لك اذا شفتها هون بالجامعه اوعك تحاكيها انه امبارح رجعت ونبهت علي. اخوها زلمه متوحش على حسب ما قالت لي، يعني ممكن هون بالجامعه يدعوسك. لا خلص خلاص. بس بدي اياها تعمل لي قاد. طيب اليوم اليوم لا تعمل لك قاد. قلك علي اليوم لا تعمل لك قاد، بس هي عندها شويه مشاكل بالانترنت بالبيت مفصول ولا صار. انت شبن عيونك ليش هيك مبجبجين بصراحه؟
أنا ما نمت طول الليل يا مازن وأنا عم بتخيل شكل الريكويست. لك أنا بحياته ما طلب صداقتي لا شب ولا بنت. قد ايه صار لي عامله للفيسبوك ها؟ قد ايه صار لي؟ لك حتى أنتوا رفقاتي بحياتكم ما قبلتوا طلب صداقتي إلا المعقدة نتالي. ولما عرفت مين أنا مثل العادة ديليت. ليش مازن أنت ما بتتذكر؟ أنا لو ما كنت قاعد ناحك وحاطط صورتي وقلت لك هذا أنا يا مازن كنت قبلت طلب صداقتي شيء؟ معك حق تضحك يا مازن. أنا كل يوم بنزل صورة على الفيسبوك، كل يوم بكتب ماذا يخطر في بالي. بحياته حدا عمل لي كومنت؟ بحياته حدا عمل لي لايك على شيء؟ ما بيعملوا لي غير شغلة واحدة ديليت. إيه وأنا هلا شو المفروض مني مثلا أبكي؟ حاس حالي عم بحضر فيلم مصري. مو مطلوب منك تعمل شيء. معناها سكوت ونقلع من هون لأنه هلا بدك تجي الطيارة. مستحيل ترجع بعد فصلك الناقص يا مازن. أنت محبوب. علي الحلال لبيع مبادئي. لو هيك بتحكي معي قدام رفقاتي أنا زعلت. بعتذر. لا إذا بتعتذري صار في كلام تاني. ليكي هون الجنينة هي مكشوفة. طيب عندي مخبأ حلو كتير. امشي معي لحالي. كنا منقول إن